على مستوى الجماهير. حضراتكم شايفين الدوري الانجليزي والفرق الدوري الانجليزيه في بيع التذاكر الموسميه، مبلغ كبير جدا جدا بيخش خزينه النادي من هذه الواردات. ومنير يعني هاخدك في الجزئيه ديت، عمليه حتى الماركتينج وعمليه التحضير للموسم اللي جاي. الجدول اتعرف، الدوري الانجليزي الجدول معروف، شكل الكره اللي لعبوا بيها معروف، عارفين دلوقتي خلاص الانديه بتستعد ليه وطرحت التذاكر الموسميه للجماهير عشان تبدا تشترك فيها. فاستعدادات من بدري، واستعدادات على مستوى الدوري الانجليزي. يعني خلينا طب نروح الاول لابرز الصفقات في الدوري الانجليزي، وعايز تعليق منك سريع. يعني نكونو من لايبزيج لتشيلسي 65 مليون، ديان ده طبعا من يوفنتوس لتوتنهام 30 مليون، أليكسيس من برايتون لليفربول، وهنقف انا وانت عند برايتون لان عامل شكل اكتر من رائع، بيدرو من سبورتنج لشبونه لتوتنهام، بوباكر تراوري من ميتس الفرنسي لوفرهامبتون الانجليزي. شايف الصفقات عامه الموسم ده مشتعل بشكل كبير، و شايفه ازاي يا منير؟ شايف الانديه بتشتغل على الملف ده ازاي؟ انا عايز ابتدي الاول عند انكوكو. اتفضل. تمام. انكوكو لعيب راح تشيلسي، طب هو بيحل انهي مشكله؟ مشكله النمره 9 عند تشيلسي، دي مشكله بقى لها سنين، حتى على طول لك في لعنه النمره 9 في تشيلسي. مظبوط. طب هل انكوكو نبص عليه، هل انكوكو لعيب نمره 9؟ لا. مين كان نمره 9 اللي قبل انكوكو؟ هافرتس خلاص بيمضي في ارسنال. هيلعب فين؟ هيلعب 8 على الشمال. فواضح في مشكله كبيره جدا في تشيلسي في ان هم يايدنتيفاي التارجت الصح. طب ازاي فريق كبير زي تشيلسي يكون عنده هذه المشكله؟ يعني ازاي فريق بحجم تشيلسي، وبرده انت تكلمني على تشيلسي الموسم اللي فات الارقام اكتر من 630 مليون اتصرفوا على الصفقات، احتل تقريبا المركز ال11 او ال12، ايه المشكله في تشيلسي؟ بص حضرتك، هي مش فكره فلوس، هي فكره مين اللي بيدفع فلوس، مين اللي بيختار اللعيبه، ايه الخبرات اللي موجوده في تشيلسي دلوقتي، مين الفوتبول برين اللي بيختار، مين الناس اللي عندها الخبرات في الكوره اللي بتختار اللعيبه. في اكتر من 30 لعيب في تشيلسي. طيب مين واحد بيفهم في الكوره يبقى عارف يختار قرار زي ده، انه عنده اكتر من 30 لعيب في فريق واحد. بص على المهاجمين اللي اختاروهم، بص على اللعيبه اللي اختاروهم، هل دي لعيب مستوى تشيلسي؟ تاني بص على كوكو، هل ده لعيب نمره 9 اللي هيجي يحل مشكلتك؟ انت عندك مشكله كبيره جدا في تشيلسي في التهديف، بقالهم سنين عندهم المشكله دي. طيب انت هتجيب راس حربه، كان عندك كاي هافرتس لعبته راس حربه، هو مش راس حربه، كان عندك فيرنر جربته راس حربه، هو مش راس حربه صريح، هو كان برضه بيلعب تحت راس الحربه، جايب دلوقتي انكوكو هو مش راس حربه صريح. طب انت هتحل المشكله ديت من ايام لوكاكو حتى، انت بتتكلم على لوكاكو وبعدين لاعب وبعدين راح الانتر وبعدين رجع من الانتر وبعدين مشي، يعني هل مشكله سبورت دايركتور، هل مشكله العين، مشكله هيكل بحاله حضرتك دلوقتي. احنا عندنا توت بولي ماسك، هو اللي بيشتري، ايه خبراته؟ هو امريكاني ما عرفش حاجه عن الكوره. ايوه في فرق إيه ان هو بيشتري، وفي فرق ان بيكون في واحد ما عندهمش بقى خبرات. دي الفكره، كان في ستراكشر قبليها في تشيلسي، كان ابراموفيتش حط، ابراموفيتش كان هو الفلوس وحط ستراكشر، كان عنده مارينا وكان عنده تشيك وكان عنده ناس بتوع كوره جايين بيختاروا اللعيبه. بالظبط. دلوقتي مين اللي بياخد القرارات دي في تشيلسي؟ ده السؤال اللي احنا نساله. مشينا هافرتس، مين اللي مشى هافرتس؟ مشاه ليه؟ ايه القرار اللي اتاخد؟ بوتشيتينو دلوقتي داخل على هيكل جديد. طيب بوتشيتينو كان شغال في توتنهام مع دانيال ليفي، دانيال ليفي معروف ان هو في الصفقات ليه اختيارات معينه جدا. السبورت دايركتور بتاع توتنهام. بالظبط. وهو كان ماسك توتنهام، فالفكره هل هو هيعرف يادابت لتشيلسي ببروفايل مختلف كنادي، بروفايل مختلف كترانسفيرز، هو محتاج ياخد قرارات. طيب ساعه ما تعاقدوا معاه مع بوتشيتينو، ما هو ما المفروض في الاجتماع اللي حصل المفروض يقول والله انا جاي عندي سيستم، عندي اختيار مدرب لاعبين بشكل معين. هل تجنب الراي الفني للمدير الفني؟ واعتقد ده مش يعني هيبقى صعب جدا ان هيجيبوا لعيب بدون راي المدير الفني، وبالتالي حتى الاختيارات اللي انت بتقولها اكيد دي باراده المدير الفني. انكوكو متهيألي ده كان من فتره، يعني انكوكو احنا نسمع من فتره ان هو هيروح خلاص. أوكي. ان الموضوع خلصان. احنا بنتكلم دلوقتي لان نبص على تاريخ تشيلسي مع توت بولي، توخل مشي بسبب مشاكل زي دي، توخل طلب لعيبه معينه ما جاتش، في معينه لعيبه معينه جت هو ما كانش طالبهم، فواضح ان الراجل ده بيتدخل في شغل المدربين. ففي مشكله دلوقتي في تشيلسي في مين اللي بيشتري اللعيبه، مين بياخد قرارات الكوره، مين الفوتبول برين اللي موجود، هل بوتشيتينو هيعرف يشتغل مع حد زي توت بولي؟ ده اللي هنشوفه. طب انت شايف ان حتى رحيل توخيل كانت نقطه انهيار في طبعا تشيلسي؟ طبعا لانه توخيل مدرب كبير،
توخل مشي بسبب التدخل في شغله زي ده، يقال كان في مشاكل مع الدريسنج روم ومع اللعيبه، دي حاجه ما نقدرش ناكدها او ننفيها، ما اعرفش. بس توخل مدرب كبير، توخل مثلا توخل ابتدى فكره ان هافرتس يلعب راس حربه، بس كان بيلعبه ازاي؟ في 3 4 3 مظبوط، بينزل من الخطوط بيستلم، عنده الوينجين بيخش لجوه يقدر يوزع، افكار مختلفه، اللعب بتوين ذا لاينز ده مختلف. دلوقتي احنا عندنا راح بعديها جرام بوتر، طيب لما نبص على المدربين اللي بيجوا، جرام بوتر جه بعد توماس توخل وجه بعديه بوتشيتينو، ايه الحاجه المواصفات اللي بين الثلاث مدربين دول زي بعض؟ ولا حاجه. فلان نبتدي نبص على اي اساس اختاروه بوتر، على اي اساس بوتشيتينو جاي؟ بوتشيتينو مدرب كبير، انا بحب مدرب كبير طبعا، مدرب كبير، انا مش بعترض على بوتشيتينو، انا بعترض على مين اللي بياخد القرارات دي في تشيلسي دلوقتي، مين اللي اخذ القرار ده، مين اللي اخذ قرار مشي توخل؟ توخل مدرب كان لسه كسبان تشامبيونز ليج، وصل 2 نهائي كاس السنه اللي قبليها مع فريق انت تقريبا شايف كده. يعني تشيلسي بالنسبه للاستعدادات وعلى مستوى الصفقات مش هي اللي ممكن نقول ان تشيلسي قادم بقوه وهيرجع بشكل كبير جدا، يعني طول ما تشيلسي ما فيهوش هيكل، ما فيهوش ستراكشر صح بيختار اللعيبه، ما فيش سكاوتنج صح بيختار اللعيبه، هيبقى عنده مشاكل. لو انكوكو جاي يحل مشكله 9 دي هتبقى مشكله. وممكن نبص على برايتون كمثل، برايتون مش نادي صارف كتير، بس بص على الريكروتمنت بتاعه، بص على السكاوتنج بتاعه، مين ياخد القرارات عندهم. فأنت بتتكلم على تشيلسي عنده مشاكل في كيفية الإدارة، وإن يعني اللي بيدير أو السبورت دايركتور أو اللي بيختار اللعيبة لغاية دلوقتي في